بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ورضي الله عن المهاجرين والانصار ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد، طبعا تنتشر هذه الايام او حتى من قديم ليس هذه الايام كلمه ان الاسلام هو الحل، والبعض يسالني هل انت مع هذا الشعار ام لا؟ وأجل الإشكالية في معرفة الإسلام الذي هو الحل ما هو هل هو الإسلام التاريخي المذهبي أم هو الإسلام الأول إسلام الله يعني هل هو إسلام الله أم إسلام البشر الذين خلطوه بسياساتهم ومذاهبهم وتاريخهم وأهوائهم ومصالحهم هذا ليس إسلام الله الإسلام الذي يعني الجماعات التي ترفع الإسلام هو الحل من خلال معرفتنا مصادرها ورموزها وتاريخها وسلاطينها ان اسلامهم الذي يرون انه هو الحل هو اسلام الخلافه، اسلام الدوله الامويه والعباسيه وحتى اسلام دوله الخلفاء الاربعه تحتاج الى فرز، يعني ليست ليست المثاليه، المثاليه هي في الاسلام القراني. هي اسلام العدل، اسلام الحق، اسلام الحقوق، اسلام الصدق، اسلام ولذلك طبعا يحسن بنا ونحن نتحدث عن الاسلام ان نذكر ايه يعني ان نذكر ايه لتبين السياق الذي ياتي فيه الاسلام الناس فاهمين خطا تقريبا الناس فاهمين بان الاسلام هو ما نحن عليه هو ما نحن عليه يعني ما كان عليه المسلمون فهو الاسلام هذا غير صحيح الاسلام اولا شرحته في بعض في بعض المقالات بأن الإسلام في القرآن غير الإسلام في الروايات سواء أحاديث أو تطبيقات صحابة والتابعين صحيح أن أن الأحاديث وتطبيقات الصحابة والتابعين فيها فيها ما يشبه الإسلام الأول أو الإسلام القرآني ولكن الناس ما يبحثون في الإسلام القرآني المشكلة مطلقا الإسلام القرآني يبقى في القرآن واللي يمشي هو الإسلام المشوه يعني الإسلام كلمة واسعة تجد عادلا قد تجد من الخلفاء عادلا امينا صادقا معرفيا وقد تجد رجل وسط خلط عملا صالحا وآخر سيئا وتجد ظالما، مشكله الاسلاميين انهم يجمعون كل هؤلاء انها انهم اسلاميون او ان هذا الاسلام وصلنا مثلا، اعطيكم مثال من الاراء العامه، ضروري معالجه الاراء العامه. مثلا يقولون ان بني اميه وبني العباس والفاتحين اوصلوا الاسلام الى المشرق والمغرب، اوصلنا الاسلام الى الاندلس والى اسوار الصين والى كذا. هذا لم يصل لم نوصل الاسلام يعني ليس بنو اميه مؤهلين لايصال الاسلام الى مشارق الارض ومغاربها، انما اوصلوا تشويه الاسلام الى مشارق الارض ومغاربها تقريبا. اوصلوا يعني الاهداف الاهداف اهداف الفاتحين سواء في السلب أو النهب أو احتلال الشعوب أو إشغال المعارضة يعني هي أهداف سياسية شيطانية كبرى فلا يجوز أن نجعل الإسلام تحت أقدام الفاتحين لا الإسلام فوق رؤوس الفاتحين فوق من أعلى فهذا كمثال على طبعا ما أحب أتحدث عن الفتوحات الإسلامية سبقا تحدثت عنها سابقا ولي تفصيل فيها يعني يعني أنك قد تعتذر عن فتح الشام والعراق وقتال من قاتلك الشام والعراق كانت كان سكانهما عرب مضطهدين من قبل الفرس والرومان الى اخره المقصود انه الاراء الشعبيه نحن وصلنا نحن هذه جاهليات نحن وصلنا المغرب والمشرق ونحن فعلنا وفتحنا وسوينا وطلعنا ونزل نحن 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 هذه اللغه الشيطانيه انا خير منها ها يعني تزكيه النفس ان الذين لا تحسبن الذين الله عز وجل يجعل هذا علامة العذاب. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فلا تحسبنهم بما فازت من العذاب. هذا الفخر وهذا أننا ما في مثلنا وهذه التزكية التزكية شرك في القرآن الكريم هو نوع من أنواع الشرك تزكية النفس. الذي يحب ما يفعل اصلا وانتم لم تفعلوا اصلا القائلون نحن وصلنا نحن وصلنا انما وصل اخرون تلك امه قد خلت هي هنا تدخل تلك امه قد خلت في التفاخر وليس في هم يستخدمون تلك امه قد خلت في منع ما حدث بين الصحابه بينما السياق في القرآن هو رد على اليهود الذين يقول كان منا إبراهيم ومنا إسماعيل فيقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبت فالذين يقولون وصلنا وفتحنا وكذا تلك على الأقل تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ثم التزكية أن الذين لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فازت من العذاب الله طيب نحن هذا 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 نازل في هذا هذه الجماهير العريضه يعني، كأنه نازل في هذه الجماهير الذين شابهوا اسلافهم في التفاخر بما لم يفعلوا، والفرح بهذه المظالم التي من استعباد الشعوب بانها الاسلام، على أي حال، الاسلام هو الحل يطرحه الاخوان المسلمون يعني طرح صريح كشعار وان كان الطرح السلفي فيه، وفي الطرح الشيعي فيه ايضا، يعني يطرحون هذا العنوان. ما تستطيع أن تصنف الجميع لا جميع الإخوان ولا جميع السلفيين ولا جميع الشيعة و يعني ما تستطيع أن تصنفهم في في مكان واحد بأنهم جاهلي يعني أن طرحهم يمدحون الإسلام السياسي لا يعني فيه نحن نعرف مثل سيد قطب رحمه الله مع أن السلفيين يشنون عليه حملات شعواء ونعم عنده جوانب تكفير في معالم الطريق لكنه لا يعتبر سيرة معاوية من من السلف من من الاسلام ولا حتى سيرة عثمان في الست سنوات الاخيرة فعنده تقدم غير اخوان متاخرين يرون ان يعني الدولة الاموية العباسية ما شاء الله هي يمثل الاسلام وحتى من قبل حتى الخلفاء ما يسمى الخلفاء الراشدون وهذه التسمية طبعا فيها حديث ضعيف او او فيه ظنية في الدلالة عليهم هل هم هم ام غيرهم وهو حديث العرباضه بن ساريه وهو ضعيف اصلا. الاسلام هو الحل نقول نعم متى؟ اذا اخذنا الاسلام من القران الكريم. ما هو الاسلام في القران الكريم؟ شرحته في مقالات سابقه بانه طبعا لم ينشر هكذا مرئيا ولكن كان بعض التغريدات جمعت الاسلام في القران غير الاسلام في الروايات، الاسلام في القران هو الاقبال على المعلومة الصحيحة، الفكرة الصحيحة، والفكرة بشكل عام آسف، الإقبال على الفكرة إقبالاً صحيحاً بالسمع وبالبصر وبالفؤاد واختبارها، ثم مرحلة التسليم بالمعلومات الصحيحة، ثم مرحلة العمل عمل الصالحات، لماذا؟ لأن الإسلام ورد خمس عشر مرات في القرآن الكريم إن أسلموا وإن تولوا، هو ضد التولي فالتولي ما ضده؟ بضدها تتميز الاشياء، التولي ضده الاقبال. وهذه الفقره فقط اللي هو الاقبال الصادق على المعلومات، الاقبال الصادق وبحثها وفرزها والتدبر فيها والتفكر فيها هو بحد ذاته ثلث الاسلام. الاقبال ثم التسليم ثم العمل الصالح. هذا الاسلام في القران ويستحيل جدا يستحيل ان يخلو كتاب الله من بين الاسلام. طبعا استعرضت الاحاديث سياتي موضوع الاحاديث بني الاسلام على خمس وكذا بانها لا تتفق مع مع ايات القران الكريم في هذا، هي شعائر هي صحيح واجبات وشعائر لكنها ليست الاسلام الذي بينه القران الكريم. اذا عشر مرات تقريبا وردت ان اسلموا وان تولوا فالاسلام ضد التولي والاعراض والكبر والصدود وهذا الكبر والاعراض والصدود موجود اليوم في المسلمين اكثر من اي امه اخرى. فالامم الاخرى فيها على الاقل هذا الاسلام يعني هذا هذا الجزء الاول من الاسلام الثلث الاول من الاسلام موجود في الامم اكثر من المسلمين فيهم اقبال على المعلومه يفتحونها وينظرون ينظرون فيها ويتدبرونها اذا الاسلام وان تولوا عرفنا بان ما ضد التولي هو الاقبال اذا فالجزء الاول او الثلث الاول من الاسلام القراني هو الاقبال وهذا اول الـ اول الهدايه وهذا موجود كما قلت عند المتواضع عند المعرفي وليس موجود عند المتمذهب المتكبر غالبا لا يحب أن يعرض مباشرة حتى عن أخيه في الدين وكذا يعرض ويهجر هذا النفور الجزء الثالث ذكروني موضوع النفور هذا موضوع, موضوع مهم جدا الجزء الثاني من الإسلام هو التسليم إذا وجدت معلومة صحيحة يجب أن لا تتكبر فيها أن لا تتكبر عنها ولا تصدف عنها، سواء كانت معلومة طبيعية أو معلومة دينية، معلومة عقلية، معلومة إنسانية، ولذلك الله يقول: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، هذا هو التقوى، إذا أخذت أو أت هو فرع من التقوى يعني، الصدق فرع من التقوى. إذا أخذت المعلومات تأتي بالصدق وتصدق به. تأتي أنت تتحرى الصدق أن لا تقول إلا صدقاً، والآخر وإذا جاءك صدق تصدق به. هذا في التسليم هذا يدخل في مسألة التسليم يعني التي هي الثلث الثاني للإسلام قلنا الثلث الأول الإقبال الصادق على المعلومة يعني تقبل على أي, أي, أي معلومات يعني الآن الحوارات موضوعات الحوار في العالم الإسلامي كثيرة ما أحد يقبل على أحد كل أحد متكبر ومعرض ففيهم الجزء الأول من أضداد الإسلام وهو التولي والإعراض التسليم إذن الإقبال ثم التسليم طيب أقبلت وأنت واثق أن الحق معك ثم اكتشفت والله أن هناك معلومات عند الطرف الآخر أحق فينبغي أن تسلم بهذا الجزء الثاني من الإسلام أو الثلث الثاني الثلث الثالث لأنه أتى الإسلام ضد الكفر كما قلت أتى ضد التولي في عشر مواطن ضد الكفر تقريبا خمس وأتى ضد مجموعة أعمال ضد المعصية ضد كذا ضد الظلم في مجموعة أعمال نستطيع أن نجمعها تحت مسمى العمل الصالح يعني الإسلام آسف يعني اضداد العمل الصالح، يعني الاسلام ضد المعصيه ضد الظلم، اذا فاضداد الظلم ما هي؟ هو العدل أضد... ضد المعصيه هي الطاعه وهكذا. هناك قائمه حوالي ثمان 8... خصال اتت في القران الكريم آه هي اضداد ثمان خصال اضداد الاسلام، فاضداد الاضداد هي الاسلام. تمام؟ يعني اذا كان الاسلام ضد الظلم. تمام؟ فالعدل من الاسلام. إذا كان الإسلام ضد المعصية فالطاعة معصية الله طبعا والرسول فالطاعة من الإسلام هذه سميتها العمل الصالح إذا في الإسلام في القرآن ثلاثة أجزاء يعني الذين يرفعون الإسلام هو الحل نذكر هل يستحضرون هذا أثناء كلامهم هل يكون عندهم أنه نحن نقبل على المعلومات المعلومات مع أي طرف مسلم أو غير مسلم ثم نسلم بالمعلومات الصحيحة ثم ينعكس هذا التسليم على سلوكنا وأفكارنا وتعاملاتنا ليس في بالهم أبدا الإسلام المطروح اليوم هو إسلام سلطاني سياسي مذهبي خصومي فقهي بشري يجمعه الإسلام البشري هذه التاريخ السياسي السلطوي كذا يجمعه الإسلام البشري في هناك إذن إسلام إلهي شرحت لكم باختصار مسألة الإقبال ثم التسليم ثم عمل الصالحات هذا الإسلام الإلهي الموجود في القرآن الكريم الإسلام البشري تقريبا كل مره يلخصونه في شيء، مره يلخصونه في التاريخ، نموذج الخلافه، مره يلخص يلخصونه في العقوبات الشرعيه، قطع يد السارق كل مره يلخصونه في شيء، والاسلام الذي صنع هذه هي الاسلامات المقطعه هي الروايات والاحاديث التي تلبست ايضا بالسياسات والمذاهب والخصومات. مثلا الحديث المشهور انا بحثت موسعا في في مقالات ونشرته. مثل الاسلام الحديثي، الاسلام في الحديث. الاسلام في الحديث ليس خمسة أركان ولا مرة خمسة مرة ستة مرة أربعة مرة واحد مرة وخمسين مرة يعني مختلفة يعني فيها تناقض كبير، بل حتى الحديث المشهور حديث ابن عمر هو موقوف على ابن عمر وليس مرفوعا، اللي هو بني الإسلام على خمس. الصواب أنه موقوف بمعنى أن سئل ابن عمر لماذا لا تجاهد؟ فقال انما بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت. هذا الصواب انه موقوف على ابن عمر، بعض الرواه رفعه، هذه مشكله حديثيه لا ينتبه اليها اهل الحديث. آه غلبت الروايات المرفوعه بعد القرن في اوائل القرن الثاني تقريبا غلبت الروايات المرفوعه نتيجه الخصومه مع اهل الراي وهذا مشكله عويصه يبغى لها شرح في ربما في حلقه اخرى يا ليت نشرح مساله انه كيف انتقلت الاحاديث، كيف تل... كيف ان المصادر الاولى كالموطا لابن مالك المتوفي عام 179 وعبد الرزاق الصنعاني المتوفى عام 210 وابو بكر بن ابي شيبه 235، كيف ان اغلب الاحاديث موقوفه، كيف تحولت الى احاديث مرفوعه عند المتاخرين كالبخاري ومسلم واصحاب السن، كيف اصبحت كيف اصبح حديث كان مرسلا قاله الحسن البصري أو, أو أثر قاله زيد بن ثابت أو فعل لابن عمر أو اعتذار لابن عمر كهذا الحديث كيف تحول وأصبح حديثا مرفوعا في عوامل اجتماعية وفقهية خصومة أهل الرأي مع كذا يجعلونك في وجه الرسول بدل ما يخلونك في وجه صحابي أو تابعي أنه هذا رأيه لا يخلونك في وجه الرسول مباشرة وهذا من من المكرش يعني الذي وضع حقيقة في 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 صناعة أهل الحديث وايضا من يظهر لي ان هذا له علاقه بالصناعه الحديثيه بمعنى الخصومه مع اهل الراي بس اخاف افصل فيها، الخصومه مع الراي انتجت انتجت انه لا نحتج عليهم باثر، نحتج عليهم بحديث قال قال رسول الله، قال رسول الله وهكذا. اذا المقصود ان ان الاسلام البشري الذي عند الفرق الاسلاميه او نقول عند الحركات الاسلاميه كالاخوان وغيرهم وحتى عند عند الشيعة عند الاخوان عند السلفيه انا لا ليس لي خبره على المرويات الشيعيه هل عندهم فيما ينسبونه الامه فيما ينسبونه هل هناك روايات ضعيفه ادت الى دخول الاسلام البشري ايضا في روايات اهل البيت ام ان عندهم روايات اهل البيت صافيه اما نحن السنه فهناك السلفيه والاخوان السلفيه والاخوان ادخلوا على النبي عليه الصلاه والسلام نتيجه اتباعهم لسلفهم اشياء تعارض الكتاب، تعارض الاسلام الاول مع الاسلام البشري تمام؟ مثل ما ذكرت لك من الفتوح ومثل ما ذكرت من أن انهم العقوبات الشرعيه كان الاسلام يعني اهمل وجانب الجوانب الغاياتيه في القران الكريم غاية التقوى غاية التفكر غاية الذكر غاية الرشد غاية الهداية غاية الفل هذه مهملة غاية الرحمة مهملة وهي الغايات وذهبوا إلى الشعائر والتفصيلات وهي الإسلام حتى كما قلت لخصوا الإسلام إذا في إذا في حاكم يقطع اليد ولا خلاص عندهم هذا هو الإسلام هذه 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 هذي... هذا هذا ضعف ضعف في في التصور ضعف في معرفة الدين نفسه إذا فالإسلام ال... البشري اليوم هو نتيجه اسلام روائي بشري سابق تساندت عليه ضعف العقل البشري مع قوه السلطه مع خصوم المذهبيه، انتج الروايات وعقائد واحاديث، هم يرونها هي النموذج. ولو الاسلام التاريخي من يقول بالخلافه بانه العوده لعهد الخلافه، الخلافه يا حبيبي فيها الاربعه وفيها بنو اميه وفيها بنو العباس وفيها العثمانيون. كل المظالم موجوده في هذه. وإذا قللوها قالوا لا نحن نريد الخلافة الخلفاء الراشدين أيضا فيها أثر بالأموال فيها استثار بالولايات فيها عزل الأنصار فيها, فيها أشياء كثيرة يعني الخلافة في عهد الراشدين طبعا ليس في كلهم فيها التفاضل في العطاء يعني من يقبل الآن مثلا التفاضل في العطاء هذا, هذا شرعه عمر غفر الله له ورحمه اللي هو التفاضل بين المهاجرين والأنصار بين قريش وكذا طيب اليوم لو في المدرسين مثلا العتيبي المدرس له 6000 واللي من جيزان ألف ونص واللي من من سبيع 5000 واللي واذا في مدرس من على الشيخ له 12000 الا يسبب فتنه وتنازع يعني تنازع هذا العطاء فعله عمر في في عهده وكان خطا التفاضل في العطاء حتى الاستاذنا الدكتور عز الدين موسى وهو دكتورنا السوداني يدرس في جامعه الملك سعود يرى ان اسباب الفتنه الكبرى هي هذا العطاء. يعني كلما التقى وأنت من اصحاب الالفين من اصحاب الالف اذا اذا ليس معيارا حتى في حتى عهد عمر ليس معيارا للاسلام عندما يقول الاسلام هو الحل. المفترض المعيار هو القران الكريم. وما ثبت من التطبيقات الكبرى من النبي عليه الصلاه والسلام، طبعا لسنا في وارد شرح ماذا جرى من الاسلام السياسي البشري الذي دخل في الاسلام الالهي من من بعد السقيفه. مسألة معايير الحاكم هل الحل والعقد لم يتبينوا البيعة تتم بمن ما تبينت الشورى ما تبينت عزل الأنصار ما ليس المشاركة السياسية ليست صحيحة التوسع في الفتوح ومحاربة من لم يحاربنا التجيش يعني نقل المرتدين ما أن أسلموا حتى بعثوهم الفتوح التفاضل في العطاء العقوبات التي فرضها يعني التي كان يضرب عليها الناس ب في عهد عمر يعني يضرب من سمى نفسه باسماء الانبياء من سال عن ايات متشابهات من من تكنى بابي عيسى قال هل لعيسى اب من وهكذا هذه الاشياء ارتاحت منها الجماهير الجماهير اليوم مثل هيئه الامر بالمعروف مرتاحين من دره عمر اكثر من رفق النبي عليه الصلاه والسلام عندهم دره عمر هي النموذج كان يضرب ويذهب وضرب فلان وضرب جلد فلان والدره طيب يا حبيبي النبي ما كان معه دره اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال محمد فهل تفضلون شده عمر على رفق النبي عليه الصلاه والسلام نعم عمر له سابقته له جهاده له فقهه له كذا هذا من حيث الاجمال لكن ما يصبح نبي يعني لا لا تتخذون لا لا تزاحموننا بالانبياء يعني نحن مزحومون تراثنا وتاريخنا وفقهاؤنا هناك عندنا زحمه من الانبياء زحمة كبيرة بينما ما عندنا إلا نبي واحد اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد طبعا هذه الإجابة كما قلت أنا من حيث العموم وإلا فوجد فوجد من المسلمين حكاما وعلماء وفقهاء وجد منهم من فيه هذا الإسلام وإن لم يكتمل يعني ليس بالضرورة يكون الشخص فيه جميع يعني مثلا عمر بن عبد العزيز في القضية العدل في الاقتصاد رائع جداً تستطيع تقول العدل الالهي الذي اراده الله موجود، لكن في الناحيه المعرفيه كان جبريا من حيث الجبر، القول الجبر على عقيده بني اميه، و الناحيه العلميه ليس مجتهدا وليس له ليس له علم وليس له انتاج في في التفكر في الكون في العقل في، لكن الجانب الاقتصادي نموذج ممتاز. الامام علي تجد ايضا ثقافه قرانيه رائعه فيه، ليس فقط على مستوى العدل فقط في الاموال. وانما في التنبيه على خطوره الشيطان اللي ما نسمعه اليوم تقريبا ما نسمع عنه تحذير وانما التحذير من بعضنا البعض الثقافه النفاقيه التفكر في الكون تنزيه الله عز وجل وما اشبه ذلك تجد بعض اعلام الصوفيه الجانب الروحاني الخوف من الله رائع فيها تجد الجانب يعني التفكر في الكون مثلا تجد عند الفلاسفه في جوانب ابن سينا الفارغ غيرهم يعني من الكندي ابن النفيس يعني وفي انفسكم افلا تصلون سواء اطباء هذه اعلام المسلمين الذين فكروا في الماده عندهم جانب من الكبير من الاسلام القراني في في جانبهم يعني انا ما اعرف سيره مثلا ابن سينا هل ايضا يكرم اليتيم وهل يحض على طعام المسكين بس اعرف جانبا انه تميز فيه ابن النفيس جانب تميز الخوارزمي وغيرهم فلذلك الإسلام مشتت في أفراد الإسلام الواقعي الذي طبق مشتت في أفراد تجد سياسيين قليلين جدا أو حكام قليلين تجد فلاسفة روحانيين وما أشبه ذلك وحتى أيضا في جانب الخلفاء الأمويين والعباسيين تجد فيهم المأمون مثلا في فلسفة وفي في في قراءة التراث الإنساني ووضع دار الحكمة وترجمة الكتب الفلسفة هذا أيضا جانب من الإسلام الأول إلا أنه ظالم في مسائل أخرى طبعا النماذج الجزئية لا نستهين بها أولا النماذج الجزئية نعم قد يكتمل الإسلام في مثل الإمام علي قد يكتمل الإسلام بغاياته العشرين فهم الإبتلاء العقل التفكر الرشد التقوى الصدق الع... نعم ليقوم الناقص بالقسط لعلهم يرشدون لعلهم يتقون لعلهم يعقلون لعلهم الى اخره هذه قد تكتمل فيه هذا ليس ليس معنى هذا ان بالعصمه تعرف ان الاخوه الاخوه الشيعي ينازعوني لماذا لا تقول بالعصمه العصمه موضوع عندي ثاني لكن قد يكتمل فيه يكتمل فيه اما اخرين سواء من اهل البيت او من غيرهم قد يكتمل مجمل الاسلام ولكن انا عندما اناقش مثل ابن سينا عندما ارى ضوءا من ابن سينا انه تمكن في الجانب المادي او اخوان الصفا او الفارابي على ما ت... على ما وصلهم على ما وصلهم من معلومات ارى انهم نعم فيه ما... مثل عمر بن عبد العزيز اموي وعنده الجانب العدل تمكن فيه تم... أو... او بلغ خاص العدل في الاقتصاد بلغ فيها الذروه تقريبا فممكن ان يت... نتلمس هذه ليس بالضروره ان نجد ان الواقع اتى ب... بما ذكرته عن الإسلام اللي هو الإقبال ثم التسليم ثم هذا إسلام شامل ويستمر اللي هو الإقبال ثم التسليم ثم عمل الصالحات هذا نضاح الإسلام نضاح بهذا لا يشترط أن نجد أن نحمي يعني بعضهم قد ما يقبل هذا يريدون حماية طيب هل ما في أحد هذه ترى مشكلة هذه يعني بمعنى أننا أنا نشترط والله إذا ما في أحد من المسلمين قال بهذا هذه مشكلة لا عندك القرآن ناطق ألم تكن آياتي تتلى عليكم ولم يكن السؤال يوم القيامة ألم تكن سير